أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نواصل مشوارنا مع محمد عبد العال، صاحب مشروع أول فود وكذلك تشيز ميكر، ونسمع منه التحديات اللي لقيته وكيف تغلب عليها. وطلال، أهلا وسهلا فيك. مشوارك الطويل والتحديات اللي تغلبت عليها ما راح صدق، وجرى تقديرك في كثير من المحافل. حدثنا عن هذه الجوائز اللي حصلتها. أول جائزة كانت لها الأثر الكبير في نفسي واللي دفعتني للأمام هي كانت جائزة البحرين لريادة الأعمال، اللي هي اللي تنظمها تمكين، بس هي تحت رعاية سيدي سمو ولي العهد. اي نعم. وتشرفت باستلامها من يده الكريمة. اي نعم. وفاجأني بمعرفته عن الشركة وقت ما طلعت استلمت الجائزة الأولى. اي نعم. بداية 2019 تكرمت بعد باستلام جائزة محمد بن راشد المكتوم لريادة الأعمال. اوكي. استلمني اياها سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم. كانت بعد جائزه كانت فيري برستيجيوس، ان هي شركه ان هي جائزه انترناشونال، شركات عالميه فازت فيها، ومن انا مشاركه بحجمي. اي نعم. مقارنه بهم كفئه الشركات الخليجيه. كفئه الشركات الخليجيه البزنس اكسلنس او تميز الاعمال. لما قالوا اسمك وانت تمثل البحرين، شنو الشعور اللي حسيت؟ شيء كبير يعني. ترى وهاي فخر لنا كلنا يا ابو طلال. الله يسلمك ويوفقك. وكانت المفاجاه الكبيره لي ان افوز بجائزه رياده الاعمال للمره الثانيه. اي نعم. عن استدامه الاعمال وتسلمتها مره ثانيه من بس انت مستحقها، لان انت ما اكتفيت بأول فود، انت اتجهت لعمل ثاني اللي هو تشيز ميكر. والحجم اللي كبرناه ما بين الجائزة الأولى والجائزة الثانية، واللي هو استدامة الأعمال، هذا احنا نمثله. اي نعم. شلون الأعمال مستدامة رغم مثلا الأوقات الصعبة والأوقات التحديات الكبيرة. أي نعم. مسؤوليتنا الاجتماعية، مسؤوليتنا تجاه البيئة، هذا كله يحسب يعني يحسب ويسهم في الفوز بجائزة مرموقة نفس هذه، وأنا أعتبرها أعلى جائزة أي رائد أعمال بحريني ممكن يحصلها. نعم. وأنا بالنسبة لي هي أحسن جائزة في العالم. وطلال، أنت اكتفيت ولا بعد عندك أحلام؟ والله الحمد لله. ترى التاجر وأنت تعرفين هالشيء، إذا 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 مثل المصباح، إذا بدأ ما يقدر يوقف. أي نعم. فأنا وطعم النجاح حلو جدا، والواحد لما يحصله يبي يتم محافظ عليه. وهي الفكرة، ترى الناس متخيلة أن الموضوع له علاقة بالمادة فقط. نعم. هو لا. صحيح. الموضوع علاقته أكبر مع النجاح، ترى طعم النجاح حلو. صحيح. وانك انت يعني تحرز شيء بالضبط. تحقق حلم تتعب عليه لما تحققه، هذه في حد ذاته في متعه. بالضبط. نعم. زين، فانت هل وقف طموحك عند أول فود وتشيز ميكر، ولا بعد شنو في جعبتك؟ شنو عندك بعد؟ هو طال عمرك تعرفين الرجع مال ناجح لا يضع بيضه في سلة واحدة. اي نعم. او تفاح ما يحط تفاح في لازم ينوع. لازم ينوع. اي نعم. عشان يسيطر على المخاطر. بالضبط. لو صار شيء تأثر يكون شيء ثاني يشيله. دراسة الطب كان مخلي عندي جدا باشن حق شيء معين. الحين طلع انك طبيب. I'm not licensed، فما اقدر اقول ان انا كنت طبيب، بس انا درست الطب وعندي الباك جراوند الطب الكامل. لذلك انت تهتم حق الامور الصحيه وحق الامور تكون دقيقه. بالضبط. وعرف بما ان انا افهم في جسم الانسان واحتياجاته، افهم شنو شكل الاغذيه. اي نعم. واخترت بعد الاغذيه كلها الصحيه. الحمد لله. بعد احنا بعنا طبعا أول فود توسعت لمجالات ثانيه واغذيه ثانيه. مواد ما اختصرنا العمل على الخضار والفواكه، عندنا الماي وعندنا الشاي وعندنا معظم المواد الغذائيه نوفرها، وقريبا ندخل في اللحوم بعد، احنا مالنا فيها وايد. لكن فكرة توزيع تنويع مصادر الدخل حتى الحكومات تنتهجه. صحيح. لازم رائد الأعمال يحاول على قد ما يقدر أنه هو لما يوصل لمرحلة معينة من حجم معين أو متوسع معين يبتدي يناظر أو يدور على مجالات أخرى. صحيح. تعطيه سيكوريتي أو تعطيه الأمان أنه هو لو صار شيء لا قدر الله ما يكون هزة في قطاع ثاني بيشيله. اي نعم. زين، فانت سويت تشيز ميكر عقب ما سوينا الأول فود، وهو تصنيع ويختلف تماما عن التوزيع اللي هو أول فود كان. أي عملها. وشنو بالضبط تشيز ميكر؟ انت حتى الحليب تجيبه من البحرين. اي، وهذا شيء من مسؤولية المجتمعيه اللي عندنا احنا. أي نعم. احنا نشجع، برغم ان رخص الحليب برع مثلا من الدول المجاوره في السعوديه وسهل تنيبه. صحيح. نحاول على قد ما نقدر نشجع المزارع البحريني ونعطيه على قد ما نقدر، ان احنا نقدر ان نطور منه ونحاول نساعده ونحاول
نطور في مجال يعني الزراعي، سلسلة الغذاء موجودة لنوصل للأمن الغذائي. إيه؟ لأنه هو لو تنفع واستفاد مني أنا كمصنع أجبان، أشتري منه الأجبان، تشتري منه الحليب، أشتري منه الحليب معليش صنع فيه الأجبان، وهو بيكون عنده مدخول إنه يطور من نفسه ويشتري أبقار جديدة ويطور من البريدز وغيره. يعني هي سلسلة كاملة، سلسلة. نعم. في الاقتصاد اليوم لما المواطن يشتري من عندي أجبان فأنا أكبر، وبالتالي المزارع يكبر. إيه؟ المزارع هذا بيشتري داخل البلد، داخل البلد. إيه؟ نعم. وهذا هو الهدف، أن إيه؟ أنت يكون عندك سلسلة غذائية كاملة في البلد. نعم. تساعد الـ زين. فأنت حين سويت مصنع الجبن، كلمنا شوي عن مصنع الجبن. يعني مصنع أنت الجبن، أنت ما كنت تعرف شيء عن الجبن. أنا كنت أول شيء كنت أحب أكلها. إيه؟ طبعاً البراتة بالذات هذا كان الجبن اللي إحنا نسميه الستار مالنا، أو هو نجم المنتجات اللي عندنا، كنت أنا أحبها جداً. قمت أستوردها بشكل خفيف من إيطاليا، وكان دائماً واجه صعوبات في انها تتلف بسرعه، تتلف بسرعه، مشاكل في الجهات الحكوميه اللي في المطار لما توصل. إيه؟ مثلا لو تأخرت او صح بالضبط. إيه؟ فما كان عندنا الا طريقه واحده. انا في زياره لاحد الدول الاوروبيه استغربت من رخص سعرها، رغم انها سعرها جدا غالي في ايطاليا بعد. ولما سالتهم قلت ترى نسويها هنا، نتعلمنا. إيه؟ من الايطاليين وبدنا نسويها. فقلت دام انهم سووها هنا انا بسويها في البحرين. إيه؟ طبعا ما كانت رحله سهله ابدا. إيه؟ على ما يجي المكان من ايطاليا، استثمار كبير، واستثمار مو بهين ابدا. يعني انه هو كان شيء انا بغيت انه هو يتم، وبغيته على احسن مستوى، على احسن مستوى وجوده. شخص ايطالي دربك، شخص واثنين وثلاثه بعد. إيه؟ مو بشخص واحد. إيه؟ يعني مثل ما قلت لك، ما تحط البيض في سله واحده. فلازم انت يكون عندك اكثر من شخص، اكثر من طريقه. ترى حتى تصنيع الموزاريلا هي نفسها الموزاريلا، بس لها اكثر من طريقه للتصنيع. نعم. في عده انواع. صحيح. اللي. نعم. يطلع ناعم كامل، في اللي يطلع فيه مثل المحبب، نقول مثل في تشانكي. يعني على أكثر. حسب الاسترتشنج، وعلى حسب الرنت اللي هي خميره التجبين. التجبين. نعم. نعم. يعني حتى طريقه خميره التجبين اللي يبونها تختلف. من الانسحه، من صحيح. من, نعم. من معده الاجل، او في منها الفيجيتيريان بعد. وفي يعني الفيجيتيريان صح النباتي. نعم. نعم. زين، فانت الحين اكتفيت من ناحيه الجبن، اسست وما شاء الله ماشي. زين، وما خسرنا حبيبنا الايطاليه بعد. قمنا نتوسع حين نسوي الحلومي، سويتوا بعد بانير اظن، وسوينا البانير. إيه؟ الهندي وغير. إيه؟ الاجبان الايطاليه، وحين قاعدين نسوي الجوده ونسوي يعني. إيه؟ الله يوفقكم ان شاء الله. زين، ومشاريعك الجايه ما قلت لنا شيء. ان شاء الله في مستوصف او مركز طبي صغير قاعدين ناسسه. اوكي، الحين الوالد والوالده اثروا. اي نعم. ودراستك اللي هم تراهم في البدايه زعلوا. إيه؟ نعم. بس عقب لله الحمد انهم الحين انت درت ورجعت. هو شيء انا احبه. اي نعم. وشيء ترى الصحه والغذاء الناس ما تستغنى عنهم. صحيح، وكلهم ترى مترابطين في بعض. صحيح. اي نعم. اي نعم. فالحين ان شاء الله هذا بيكون هذا قريب، وفي مصنع بعد ان ذا بايب لاين، بس ان شاء الله الاعلان عنه اول ما نكون قرب الافتتاح. وبعد المزرعه حق المواشي، وطبعا ما شفنا حاجتنا للحليب وكميات الحليب. نعم. طبعا احنا صدمت انا في البدايه ان كميات ما تكفي البحرين. اي نعم. وما تكفي تغطي احتياج الشارع البحريني. فكان الشيء الوحيد اللي الطريقه الوحيد اللي اقدر ان انا اساهم في هالشيء ان انا افتح مزرعه خاصه فيني. قاعدين احنا في مرحله تخصيص الارض، اول ما نخصص الارض ان شاء الله بنستورد ان شاء الله الجائزه الثالثه، نحتفل بها وياك للاستدامه والتوسع والتنوع. الله يخليك. الله يوفقك ابو طلال، ونتمنى لك في كل خطوه انك ترتقي وتاخذ مراكز اعلى في النجاح. وانت مثال احنا فعلا نفتخر فيه للشاب البحريني الطموح، واللي يعني فعلا يروح يتعلم الشيء بنفسه ويكون مثل ما نقول استاذ فيه، يو ماستر، يعني لما تتحكم منه وعارفه تمام عشان تقدر تديره باحسن مستوى من المهنية، وأنك تقدر تحقق حلمك على أعلى مستوى. وطلال، إيش رأيك الحين ننتقل لبعض الوصفات المميزة، وبنستخدم منتجات أول فود وكذلك تشيز ميكر. شرفني. أعزائي المشاهدين لا يفوتكم، تشوفون باقي مشوار وطلال، وكذلك بتشوفون الوصفات المميزة. أعزائي المشاهدين، الحين نراويكم وصفة باستخدام جبن من تشيز ميكر. استخدمنا جبن المازيرولا اللي شوي أي بس يكون، وحطينا عليه بعد جبن المازيرولا الفريش. نعم. على فوقه. وحين هاي طبعاً الطريقة اللي أكثر طريقة تقليدية اللي إحنا نشوف فيها تتقدم الأجبان بالبيتزا الإيطالية.
ممكن نروح كذي او ممكن نروح مربعات بعد اذا نحن. والحين احنا جاهزين حتى ناخذ البيتزا عندنا. مثل ما تشوفون هني شلون الجبن تمغط من تشيز ميكر. نعم. عدل؟ ريل تشيز. ريل تشيز. Yeah. وممكن بعد ان تقديم ثاني ان نحط عليها اي شيء اخضر يزيد من القيمه الغذائيه، ممكن ريحان، ممكن نحط الأرجولا اللي هو الجرجير اوراق الجرجير الغضه، النوعين مع بعض شيء راجع لكم. وبعد بنحط الطماطه عليها، وهذه بعد التشيري توماتوز من عند اول فودز. عدل؟ نعم. بعد منتجاتكم، وطبعا متوفره في البحرين حتى منتجات البحرين بالوان مختلفه. وهذه هذا الشيري طماط بحريني. اي نعم. دجاج بحريني. نعم. وهذه صارت بعدين بعد عشان شوي بعد شوي نعطيها نحط شوي من الفلفل. نعم. اي نعم، بس بنكون على خفيف، واللي ما يحب ما بنحط له. هذه صارت وصفتنا، والجبن للحين تمغط. نعم. للحين يتمغط. اوكي تمام. وحين انت ايش بتراوينا ابو طلال؟ نبي نسوي اللي نسميها الستار اوف اور برودكتس اللي هو جبن البوراتا. اي نعم. في السنوات الاخيره الناس قاموا يحبونه وعرفوه من ايطاليا. إيه؟ صار الطلب عليه بشكل صحيح. كبير، وفي الخليج كل ما نقول لهم ترانا نصنع في البحرين ما يصدقون اللي شافوه بعيونهم. اي نعم. طبعا هذا الباكجينج مالنا هو اصل البوراتا لازم يكون وايد طازج. نعم. يعني انتم ما دام تصنعونه هني يعني انت تحقق نضمن يعني نضمن اقصى حد لانه يكون طازج. انه طازج. إيه؟ يعني هذا انتاج اليوم. اي وهاي موجود في البرادات في البحرين. البرادات الكبيره والمطاعم. إيه؟ بعد معظم يعني اعتقد معظم مطاعم البحرين اللي تواجد فيها الصحن هذه بياخذونها من عندنا. اي نعم. هو سهل، عباره عن الشيري توميتوز. اوكي. وفي ناس يستبدلونه بالباذنجان على حسب. أوكي. على حسب الرغبه. إيه؟ فاحنا بس هذا هو الشيري توميتوز. هذه البيزل صوص. نعم. عباره عن صوص الريحان. اي نعم. جدا سهل، يختلف عن البيستو طبعا. اي البيزل هذا عباره عن ملح وريحان اوراق ريحان فريش نقصصها صغير. اي نعم. ونحط معاها زيت الزيتون ونخلطهم يطلع لنا بهالقوام هذا. اوكي. ممكن في الخلاط بعد. ممكن على في الخلاط. وضبط. صحيح. أي نعم. هو الاختلاف الوحيد عن البيستو ان البيستو يكون فيه الباين ناتس او والصنوبر. نعم. نعم. وطبعا تقدرين تضيفون ثوم لهذا. اوكي. ممكن تستخدمين البيستو بعد يعني. أي. هذا شيء راجع لرغبة الشخص. أي نعم. فاحنا بناخذ من هذه بس بنحطها بهالشكل ونسوي له بليتن خفيف. اي نعم. وبيكون القاعدة اللي بنحط عليها القاعدة اللي بنحط عليها كل شيء، وبعدين نقدر نضيفه فوق بعد نقدر نضيفه فوق. نعم. بعدين بنضيف الشيري توميتوز. اوكي. ممكن تستخدم الوان بعد. نعم. انواع من. نعم. لان الحين خصوصا في البحرين توفر في الموسم خصوصا كل الوان بنفسجي. صحيح. برتقالي اصفر. نعم. كل الالوان كلها، حتى الطماطم العادي الاحجام على حسب الرغبه يعني. نعم. في مطاعم الكبيره تستخدم الهارلم توميتوز. اي نعم. اللي هو المستورد. اي نعم. الكبار يكون. نعم. لما الناس تشتري جبن البوراتا لازم تنتبه انه هو جبن هش جدا. اي نعم. فلازم تتعاملون معه بلطف. اي نعم. يعني ما يشيلونه بالشوكه. أي او صحيح. او بقشه. صحيح. اي نعم. نحاول ندخل يدنا داخل. اي. ونطلع الجبن بهالشكل ونشيله. هو داخله بعد بيكون كريمي. للحين كريمي. إيه صح. نعم. اي اي هذا هو. إيه؟ الشكل هذه. نعم. وبعدين بعدين بنقطر عليه الصوص. بنقطر عليه نزيد من الصوص. بعد بنجيب البلسامك بعد. اي نعم. انا شفت انت راويتني مسوي 2 كيلو. هذه اللي هي زيزونيا يسمونها. أي. هي عباره عن موزاريلا كانت كذي هالكبر شيء مبهر. حجمها ما بين 2 إلى 4 كيلو. اي نعم. تنطلب في المناسبات العوده جدا. أوكي. في بوليا. أوكي. اللي هي هاي حجم عائلي كينج. نعم. سايز. صحيح صحيح. احنا الحين بس بنضيف الاوليف اويل والبلسامك كريم. معليش امر عبد الله. اي نعم. هذه الاوليف اويل. بناخذ الاوليف اويل. ايوه هالشكل. بعدين بناخذ البلسامك كريم. تمام. البلسامك كريم مع الاوليف اويل الميكس هذا يعطيه جدا طعم رائع. اي لان البلسامك فيه حلو وحامض. صحيح. مع بعض. صدقتي. اوكي. ومع طعم الجبن بيكون روعه. بالضبط. وبعدين الريحان معاه.
برافو. خلاص مع الريحان يعطيك أنا أنا بعد البلسمك بحط حق البيتزا. إنزين. شكله حلو ما شاء الله. بعد ممكن يعطينا بعد تاتش ثانية. الحين إحنا جاهزين. تبي تقص هذه؟ أوكي. الحين إحنا جاهزين حتى طبعاً تنقص. هذا هو الجزء اللي الناس تحب تصوره في في السوشيال ميديا. أي نعم. الجزء الوقت اللي إحنا نقص فيه البراتا ويطلع يطلع الكريم. داخل الكريم. صحيح. نعم. إذا إحنا قصيناه ببساطة جداً 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 كذي بهالشكل طلع لنا الكريم منه. أي نعم. هذا هو. وعادة الناس يأكلون مع بعض هاي. هو شيرينج بليت يعني هو يكون وايد ثقيل حق شخص واحد يعني نعم. من شخصين الثلاثة إنهم ممكن يأكلون. أي نعم. ونفس الشيء البيتزا بعد. نعم. زين أعزائي المشاهدين الحين فاصل ونرجع نقدم لكم طبقين الجميلين هذين وطبقنا اللي بعده مائدة عامرة من تشكيلة منتجات تشيز ميكر خليكم معنا. طلال شنو هاي شيء روعه ذي وايد حلو هذه الله يطول لي عمرك تشيز بلاتر اي نعم نبيعه بعد نجهزه على حسب الطلب اوكي عباره حق المكاتب حق المناسبات حق البيوت هاي يكون شيء وايد حلو في وسط السفره يعني صحيح. تحطها الحين الناس تستغنى حتى عن الورد والفلاور تجيب التشيز بلاترز اي نعم اللي اطباق الجبن هذه وساعات تشوف حتى الارنجمنت من فواكه نعم صحيح تكون حتى كتجميل مو بحق الاكل يعني نعم صحيح. اي نعم تمام فانتوا الحين معظم الاشياء ذي تجي من اول فودز ومن تشيز ميكر صحيح معظمها مصنع عندنا في المصنع نعم. بعض الاجبان اللي احنا ما نقدر نصنعها في البحرين نعم. نشتريها ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله قريبا ان شاء الله, إن شاء الله. احنا تقريبا يعني 80% من الصحن جاهز نعم احنا بس باقي لنا الريكوت اللي احنا نصنعها بنخلطها أوكي. بعسل وولنتس اي ممكن نشوف اي نعم هذه الريكوتا جبنا الريكوتا اللي تشبه الكوتج تشيز تقريبا الكوتج تشيز تقريبا اي نعم اللي احنا بعد نقول مبريد بالضبط اي بس طبعا يعني. هو مو نفس الشيء بس اقرب شيء مقارب لها. نعم. احنا بنخلطها بعسل نعم. فهذا هو العسل اي نعم هذه عسل سدر نعم اوكي هذه ممكن طبق حلو صحي يعتبر نعم والريكوتا تقدرين تاكلينها يا مالح يا حلو اي نعم انا افضلها انا افضلها حلو نستخدمها في الحلويات بالضبط. الايطاليه إيه نعم. كثير اي نعم ويسوونها في الرافيولي اغلب الجبن الرافيولي اي نعم وبنضيف عليه الوولنتس طبعا اليوز. الجوز وايد زين مفيد للجسم لانه فيه جداً. دهون اللي غير مشبعه وكذلك هو يعني قيمته الغذائيه عاليه فيه الالياف ويعطينا حتى مصدر لكثير من المعادن صحيح. مهمه حق حتى حق الجسم وحق المعادن. والعقل جدا بعد إيه نعم. انه هو مفيد جدا للذاكره يعني إيه نعم. بالذات يعني إيه نعم. من صفاته احنا نقلب بس لازم ننتبه المكسرات فيها سعرات حراريه كبيره دائما فنكون بعد عشان نصح عشان ننصح بالرياضه الرياضه إيه نعم. طيبه يعني اي نعم بعدين نجهزها نحطها عندنا هني في الصحن التقديم اوكي وهاي بتكسر الطعم المالح وبتكمل صحيح. طعم الفواكه اللي نعم. عندنا نعم اي نعم ونضيف عليها الجوز بعد الجوز الزينه وانتم حاطين كل انواع المكسرات والفواكه نعم. المجففه عندك البلو بيريز اللي هي الريد فروتس اللي طبعا هذه فيها ضد الاكسده الانتي اوكسيدنتس هاي نعم. حق الشباب صحيح هاي تخلي الجسم يحافظ على الحيويه والنضاره نعم اي نعم وبعد كلها هذه تحارب السرطان صحيح اي نعم بعدين عندنا هني البلسامك كريم مو بالبلسامك فينيجر نعم. اللي هو اغلب شوي كريمي صحيح نعم. بنخليه نعم. هني للاضافات على المزرعه اوكي عشان اللي يبون يغمسون هني او يكتون على اللي يقطرونه على باقي بالضبط او مجرد ياخذون واحد من هالعودان ذي ويغمسون لا احنا احنا نقدم معاها نفس مالت العسل بالضبط هذه نقدم منها نعم. اثنين اللي هي الملعقه الخاصه اي وهم بروحهم يقدرون انهم يضيفون عليه على حسب الشخص. حلو انه يعني مجموعه شيرين كلهم مع بعض يشاركون صحيح تكفي خمس لعشر اشخاص يعني اي نعم على حسب ايش قد يواعي يعني. اي نعم. وفي منها الموزاريلا، في منها اللي هو الطماطم المجففه اي نعم. وهذه البراتا تكون فيها ماي خفيف بس مجرد انهم ياخذونها يشيلون منها الماي. اي نعم.
كل التشكيل وفي التوصيل اذا واحد يبي يسوي طلبيه يعني عندكم مثلا على الموقع انستغرام شلون الطريقه؟ طبعا الحين مع التكنولوجيا اعتقد كل شيء موجود على الانستغرام. فاحنا عندنا تشيز ميكر بحرين او تشيز ميكر بي اتش. اي نعم. هو الانستغرام مالنا يقدرون يطلبون عن طريقه وتواصلون دور تو دور او الاتصال على المكتب يعني. اي نعم نعم تمام الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنضيف بعض الفروتس وبعد باقي لنا بعد بعض الاجبان. اي نعم تفضل. الكراكرز او شم نخليها اوكي كذي تصير سفرتنا عامره صحيح وكل الاشياء اللذيذه مع بعض غني يعني صح غني بانواع الاجبان. نعم وكل الاشياء صحيه. في الكراكرز عندنا الكراكرز وعندنا في الكراكرز وعندنا الاوليف بريد اللي هو خبز على الزيتون. اي نعم نعم جدا لذيذ ويتناسب مع الاجبان. فممكن نخلي الكراكرز هنا اوكي بتضيف هاي نضيف هذه ايوه وهذه الموزاريلا ستيكس اللي هي شري موزاريلا الميني موزاريلا معها الطماط والريحان بعد. اي نعم الحين بعد الزيتون ابو طلال بتخليه. اي نعم ابو طلال هذه شنو؟ هذه جبن اسمه الاسكاموتسا. اي نعم هذه ايش يفرق عن انواع الجبن الثانيه؟ هذه سيمي هارد تشيز مفرش يعيش اطول. اي نعم وليش بهالشكل؟ هو لان بعد تصنيعه بهالشكل وبعد ما اسوي له مديولينج بهالشكل نعلقه في الثلاجه فتره معينه لين يستوي هارد. اوكي لين من ألذ انواع الجبن هي منه نوعين العادي اللي هو هذه وفي منه السموك اللي يكون مدخن. مدخن اي نعم اي نعم تمام. اليوم تعلمنا وايد اشياء صد شيء يعني مبهر. سفرة عامرة ما شاء الله بكل خيرات الطبيعة وإن شاء الله الكل بيستمتع بهاي الطريقة الجميلة للتقديم والصحية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين خليكم معنا ونشوف تقديم كل الأطباق مع بعض لا يفوتكم. أعزائي المشاهدين وصلنا لآخر جزء من حلقتنا أحلى جزء لما نفرش المائدة العامرة بكل المنتجات. بطلال هذه تشيز بلاتر من عندكم كل الأصناف اللي عندكم وبعضها إن شاء الله اللي بتسوونه في المستقبل إن شاء الله. وهني عندك سلطة البراتا وعندنا البيتزا اللي سويناها بعد بمنتجاتكم بالمزارولا اللي هارد واللي فريش الاثنين البيتزا الموزاريلا والفريش. اي نعم حتى المنتجات عندنا البيتزا اخذنا الجبن من عندكم وخذنا الخضروات من حدائق البحرين وحتى الطحين من البحرين. استخدمت انا الطحين الاسمر عشان يكون بعد في قيمه غذائيه اكثر ويكون اصح. ابو طلال عندك اي كلمه توجهها لرواد الاعمال اللي يبون يدخلون في سوق العمل وخصوصا انك انت من حمله البكالوريوس وكنت في قطاع مختلف تماما صحيح. وانتقلت لشغفك وحبك حق انك تدخل مجال يعني. جديد تماما فهل من كلمه توجهها لرواد الاعمال البحرينيين واي واحد يحب يبتدي عمل؟ لاي رائد عمل ما في شيء مستحيل. اي نعم هو الشخص لازم يعمل بجد واجتهاد. بحرين بيئه خصبه جدا في الكثير من التولز متوفره عند والبرامج البرامج صحيح. أي نعم. من تمكين وبنك البحرين للتنميه اي نعم والحاضنه اللي احنا اليوم نصور فيها نعم. اي نعم فكلهم الحاضنه الاقتصاديه صحيح نعم. فكلهم يوفرون ويسهلون عمل اي رائد عمل. اي نعم احنا مميزين في هالشيء عن الدول الثانيه نعم. والحين بعد في بعد صندوق السيوله نعم. كذلك اللي يعطي بعد هذه الشركات أكثر. اللي موجوده اوريدي انه ما يسهل عليهم السيوله في الاوضاع الحاليه. نشكر سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة على هذه اللفتة والمبادرة السريعة وهذا يوضح أنه هو يعرف ومهتم باللي قاعد يصير ونبض الشارع نعم. نعم. طبعا يساعدنا كثير نعم. بالنسبة لرواد الأعمال أعمل مجتهد نعم. لكل مجتهد النصيب وخطط بشكل خطط صحيح. صح هذه نعم. وايد مهم لأن أنا هذه اللي تعلمتها من تجربتك لما تكلمت وياك في المقدمة والأهم عدم الاستسلام، دائما في بعض الناس مع كل عقبه يستسلمون. اوكي. وهذه دائما اللي تسبب المشكله. نعم. هذه دائما اللي توقف ناس كثير من وصول هدفهم انهم مع العقبات يتعبون. خلينا نسميهم تحديات. والتحديات. وخلي نعم. كل تحدي نتجاوزه احنا نكون تعلمنا شيء حق المره الجايه ما نعيد. المثل الانجليزي يقول what doesn't kill you makes you stronger. Stronger. يعني نعم. اللي ما يذبح اللي ما يذبحك يقويك. يقويك. نعم. نعم. فان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. ان شاء الله. ونشوف رواد اعمال ناجحين ويصيروا عالميه باذن الله. باذن الله. نودع الجمهور مع بعض يلا. مع السلامة شكرا إن شاء الله نشوفكم مع إبداعات بحرينية ثانية الله معاكم.